مشاهدينا الكرام، اسعد الله واوقاتكم بكل خير، واهلا بكم الى حلقه جديده من صدى الاسبوع. تحقيقات اوليه عن عمليات الاغتيالات في عدن تكشف عن مهنه الارتزاق لمنفذيها. الاهالي في تعز يستغيثون من ازمه المياه المزمنه منذ سنوات وتفاقمها بعد الحرب. في تصنيف عالمي جديد، جامعة اليمن غير معترف بها دوليا. طلاب من محافظة يمنية في السكن الجامعي بشبوة مهددون بالطرد. أهالي الدريهمي بالحديدة يطالبون بإعادة تشغيل مصنع التمور لتسويق المنتجات. في مظهر للتباهي، أسلحة متوسطة وخفيفة في حفلات الأعراس بالضالع. الوخز بلسعات النحل طريقة جديدة للعلاج. منطقة النقيلين بمحافظة إب، سياحة طبيعية لا تملك أدنى المقومات. كشف مدير أمن عدن شلال شايع عن تحقيقات أولية حول عمليات الاغتيالات التي يقوم بها مسلحون بأنها مهنة ارتزاق من الداخل في المحافظات الجنوبية، وليس كما يروج بأنها تأتي من خارج عدن والمحافظات الشمالية على وجه التحديد. التقرير التالي يسلط الضوء على تصريحات شايع. جولة جديدة من المكاشفات الأمنية التي انفكت بها عقدا من الغموض الذي اكتنف الأحداث الأمنية بعدن، خاصة عمليات الاغتيالات والتفجيرات التي تبنتها داعش والتي قجرت على مجهول. التحقيقات الأمنية خلال الأسبوع الماضي توصلت إلى اعتراف دفعة جديدة من المتهمين بارتكاب قتل، وجميعهم من أبناء عدن والمحافظات الجنوبية المجاورة. المنظم التابع للهلال الاحمر قام بقتله جمال مندعي ومعه نفرين بدو تمام لابسين لبس ثياب القاعده، فما استطعت ان يجوا، لكن جمال عرفوه على بعد 600 متر. اللي قام طلب مني مقابل 20,000 ريال سعودي تمام ان انا اقوم بقتل مدير شرطه كريتر الجحافي، وانا رفضت تمام لان انا الحالي لسه اعيش لوحدي، وقال لي معطيتي 50,000 أو 60,000 ريال سعودي لشخص يدعى حسين مزاري مرة ساكن في عمار الجيش أو في البلاد اللي مقابلة لعمار الجيش من وراء معسكر الكريمي، قال لي هناك مسؤول بهذه التعليمات. قلت له لما على الشباب اتصل عليه، قلت لي اللي قتل حريز من محمد خضر ومحمد صغير غاروك. قالوا مكانك عبد الخالق؟ قال لي والله. ها عبد الخالق قال لك؟ اه ايوه. اجا فرحان؟ اجا فرحان. ايش قال لك؟ قال لي خارج أم حريز. من ومن؟ قال لي أحمد خضر وهم الصغير. ومن اللي كان يراقب؟ على قصيرة وعبد الخالق. على قصيرة وعبد الخالق. قتل الدفع المسبقي، أو هكذا يفهم من حديث المنفذين له في اعترافاتهم للمحققين الأمنيين بعد إلقاء القبض عليهم هنا في عدن، تحددت ملامح وجهته واتجاهاته، وتقلصت جغرافية منفذيه إلى الداخل ومن الداخل، ويبقى سؤال الحيثيات الكبيرة: من هي أطراف الدفع؟ بالطبع هم جنوبيين، لا ننكر هذا، إحنا هم جنوبيين، لكن إحنا نسأل مجرد سؤال: من وراء هذول الجنوبيين؟ من الجهة الداعمة لهم؟ من المول لهم؟ من كانوا يعني يستغلوا بعد التعليمات هذه؟ الناس استغلت ظروف المواطن المادية وعملت على رجال الصلال ظروفهم، يعني قامت بتقليدهم وشغلهم الأعمال يعني تنفذ مآربهم فيها. الجهود الأمنية بهذا أثمرت كثيرا، لكن عدن ما زالت تدفع الثمن، فعناصر القتل والترهيب أدى تفكيك شبكاتها واعتقال أبرز رموزها إلى التخفي واستقطاب عناصر جديدة من المسلحين الذين تأثروا من الإجراءات الأمنية المتخذة في تحرير المنشآت والمرافق من سيطرتهم. بالتنفيذ المباشر لمجاعبة أوطانهم، وأتمنى محافظ الضبط منهج القانون لا نتحدث من أننا بمرنا. هذا موضوع انتهى،
سبب نفسه للأجهزة الأمنية بدأ بهذا الشكل. أنا أتيت أدعم الأمن والجيش مقدمة. في الميدان يواصل اللواء شلال علي شائع مدير أمن عدن قيادة حملات أمنية يقول في اجتماع أمني موسع إن ثمة حقائق جديدة لم تخطر على بال أحد. منذ سنوات طويلة وتعز تعيش أزمة مياه، تشتد هذه الأزمة مع انقطاع دخولها إلى المدينة في ظل الحرب والحصار. الأهالي يستغيثون إنقاذهم من أجل استمرار الحياة في ظل صعوبات الحصول على المياه. بفارغ الصبر تنتظر آلاف الأسر في تعز هطول الأمطار المتوقفة منذ أسابيع، توقف ليس بتلك المدة الطويلة إلا أنه سبب أزمة لدى السكان، لكون الأمطار باتت المصدر الوحيد المتاح والكافي لمياه الشرب والاستخدام المنزلي بدرجة أساسية. صراحة نعاني من أزمات ماء خاصة بالمناطق اللي يوجد فيها كثافة سكانية، وبالنسبة للأمطار نراعي الأمطار لما تجي نفرح بها فرح كذا صراحة، يعني تلاقي الناس يخرجوا تحت المسارب اللي من المسروب لوصل البيت حقه، يعني الحمد لله شي حالة. شحت الماء تماما، وما عدا كان في البداية كثير من المنظمات والجمعيات الخيرية تقوم وتدعم هذا الجانب، والآن قل هذا الجانب كثيرا. إغلاق الطرق المؤدية إلى مدينة تعز وبالأخص طريق وادي الطباب الغني بالمياه الجوفية والسطحية شكل أزمة مياه حادة منذ بداية أغسطس آب من العام المنصرم، وهو الوقت الذي سبقه خروج مشروع مياه تعز عن الخدمة. قلة الآبار في المدينة وشحة مصادر المياه بالإضافة إلى انعدام أو ارتفاع سعر مادة الديزل فاقم الأزمة أكثر، إذ وصل سعر وايت المياه إلى 10,000 ريال، وهو مبلغ لا تستطيع تحمله معظم أسر المدينة. الباب مغلق، ما حاصروا نحن بسبب الماء، ما فيش ماء، واحنا بقينا مأزومين بسبب الماء الشرب غير الحواري. الحواري اضطرينا نحن ما ندي لهمش ماء، اضطرينا نشغل المشروع لقل ندي لهم، ندي لأصحاب المحطات حق المياه الكوثر، نكافي الشعب داخل المدينة بسبب ما الشرب فقط. تعمل باليوم من زفة، وعاد الماء يلقي صالح من الصالح يرجع يرقموا به، اللي هو صالح للشرب هذا نعمل منه باليوم زفة زفتين. في أماكن كهذه بعدة أحياء في تعز تنتشر خزانة مياه شرب سبيلة تابعة لمنظمات وفاعلين خير. هنا حيث توجد الحياة يتزاحم الجميع ويطابر لساعات. بعض من هؤلاء بعد استنزاف الخزان ينتظر دوره للغد، والبعض الآخر يتجه باحثا في الجوار علّه يجد خزانا يسعفه، فيما القليل ممن استمات من أجل البقاء يعود إلى بيته غانما بقليل من المياه النقية التي لم تعد مخصصة للشرب فقط وإنما لشتى الأغراض والاستخدام المنزلي. فاعل الخير يجي لك بالأسبوع مضربات على الماء وخلي على الله، ما تكفيش الماء بفضل الله تعالى، ما تكفيش مساعدة أهل الناس على الخير. تعز الآن تفتقر للمياه الصرف الصحي اللي هو الماء الاستخدام اليومي للحمامات وللمنازل ولإعداد الطعام أحيانا وللغسل وللوضوء وللصلاة. الآن بعض المساجد شبه مغلقة لأنها لا توجد فيها ماء. الآن برضو الأحياء السكنية تفتقر إلى كثرة إلى قلة المياه فيها. برضو التجمعات السكانية الآن تفتقر. الآن ترى طوابير بالهبل في لانتظار المياه. يعيش سكان تعز معاناة يومية وأوضاعا مادية صعبة بسبب الاشتباكات المتواصلة التي تشهدها المدينة، ويقدر احتياجها اليومي كحد أقصى من مياه الاستخدام المنزلي إلى 50,000 متر مكعب لكفاية نحو 100,000 أسرة فقيرة تعاني هذه الأزمة. صدام النظيف، الصعيدة، تعز. في تطور خطير ومقلق لتدهور التعليم الجامعي والعام في اليمن، جامعة اليمن غير معترف بها عالميا في تصنيف عالمي جديد للعام 2016. التقرير نشره معهد التعليم التابع لجامعة شنغهاي جياو تونغ. مرة أخرى الجامعة اليمنية خارج قائمة الجامعات المعترف بها عالميا، وضمن التصنيف الجديد العالمي السنوي للجامعات والمعاهد العليا في العالم.
حيث نشر معهد التعليم العالي التابع لجامعة شنغهاي جايوتونغ في موقعه التصنيف العالمي الصادر لعام 2016، والذي أفاد بخروج جميع الجامعات اليمنية من القائمة، بما في ذلك جامعة عدن التي كان قد تم استثناؤها العام الماضي. وبحسب تقرير المعنيين بالتصنيف، فإن الشطب يرجع سببه إلى الوضع الأمني المتدهور والصعب في البلاد. معهد التعليم العالي هذا يضم كبرى مؤسسات التعليم العالي مصنفة لصيغة محددة تعتمد على عدة معايير لتصنيف أفضل الجامعات في العالم بشكل مستقل. بالنسبة لعدم الاعتراف بالجامعات اليمنية، مؤخرا سمعنا أن جامعة شنغهاي أدرجت اسم جامعات اليمنية ضمن القرار أو التوجه لسحب الاعتراف بالجامعات اليمنية نتيجة لما حصل من أحداث وتسلسلت مشاكل الجامعات اليمنية منذ عام 2011 إلى اليوم هذا. إضافة إلى ذلك الفترة الأخيرة ما حصل من صراع داخل الجامعة. إحنا قلنا من زمان إنه حيدوا الجامعات اليمنية، ابعدوها عن الحزبية. للأسف الشديد أدخلوا التعليم برمته يعني من أوله لآخره، يعني ما في التعليم العالي يعني في الصراع الحزبي. للأسف تقاسموا المناصب داخل الجامعات، تقاسموا المهام الاختصاصات كلها من أجل أهداف حزبية يعني للأسف الشديد يعني. فهذا انعكس سلبا على سمعة الجامعات اليمنية، وبالتالي أنا كنت أتوقع خروج الجامعات اليمنية من قائمة الجامعات المعترف بها عالميا أمرا له أبعاد وآثار، ومن أبرزها أنه سيمثل عائقا كبيرا أمام الطلاب الراغبين بمواصلة الدراسات العليا في الجامعات الخارجية. يظل رهن الطالب هو كيف يكمل دراسات خارجية إذا مثلا إذا أنا أكمل بكالوريوس في جامعة صنعاء وأريد أتقدم في الخارج أكمل دراستي الماجستير. هذا ينعكس سلبا على الطالب نفسه اليمني. آثار نفسية يتحدث عنها الطلاب وهيئة التدريس في بعض الجامعات، والتي تسللت إلى صفوف الكثيرين الذين صاروا مؤمنين بتراجع العملية التعليمية في جامعاتهم جراء الأحداث، الأمر الذي يبدو ليس بغريب. بالنسبة للقرار الذي اتخذ بشأن خروج جامعة صنعاء والجامعات اليمنية من ملفات من قائمة التصنيف العالمي، أعتقد في هنا لا يخضع للعواطف، هنا يخضع للمعايير. فجامعة صنعاء في الوقت الراهن أو في المراحل متأخرة يعني انحدرت انحدار مهيب جدا من ناحية التعليم، لذلك أسقطت من قائمة ملفات الجامعات المعترف بها دوليا. طبعا هذا القرار سيؤثر تأثيرا سلبيا على جميع الطلاب اليمنيين أو الذين يفكرون بالابتعاث خارج اليمن، كون يعني شهادتهم ليست مقبولة على مستوى العالم. تبقى الجامعات اليمنية محل تراجع وتدهور باستمرار، خصوصا في ظل استمرار الحرب والتوترات الأمنية، والرهان على استعادة الجامعات نهوضها وتطورها متعلق بتوقف الحرب ودخول البلاد في استقرار دائم. في بادرة إنسانية هي الأولى من نوعها، وإسهاما في تيسير حركة تنقل المواطنين بين عدد من محافظات الجمهورية مجانا، تسير شركة سبأ فون للهاتف النقال رحلات مجانية إلى كل من صنعاء، ذمار، إب، تعز، عدن والحديدة، وذلك في إطار حملة سبأ فون. تجمعنا إلى التفاصيل. سبأ فون في موعدها تواكب فرحة العيد وتهيئ أجواءه بتدشين المرحلة الثانية، مبادرة وصل معك مجانا يوم الأحد الموافق 11 من سبتمبر 2016 وتستمر لمدة شهر. المبادرة تتيح للمواطنين فرصة التنقل المجاني بين عدد من محافظات الجمهورية. نظرا لاستحسان المجتمع اليمني، مبادرة وصلني معك للمرة السابقة والذي وصل عدد الركاب فيها أكثر من 4000، عدد الرحلات أكثر من 60 رحلة، تدشن سبأ فون للمرة الثانية، حملة وصلني معك ضمن حملة سبأ فون تجمعنا. والهدف من هذه المبادرة هي مشاركة المجتمع اليمني بما يعانيه للظروف الحالية التي تعانيها البلاد. نشكر سبأ فون الذي دخلت فرحة بين المواطنين
في عيد الأضحى المبارك وفي مبادرة وصلني معك. مبادرة وصلني معك مجانا تنفذها حملة سبأف تجمعنا عبر الشركة الأولى للنقل. حافلات حديثة ومزودة بخدمة شحن الجوالات الكهربائي والأنترنت المجاني، ورحلات مجانية يومية بين العديد من المحافظات اليمنية تقل مئات المسافرين وتصنع لسبأفون بصمة في تخفيف معاناتهم. نشكر سبأفون على تعاونها مع كافة أفراد المجتمع سواء النازحين أو العائدين إلى أسرهم. نشكر سبأفون اللي أعطتنا إحنا هذه الفرصة وسمحتنا إحنا نتواصل في أهلنا مجانا. نقول لهم ألف 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 شكر وجزاهم الله خير. تدشين المرحلة الثانية يأتي بعد تسيير عشرات الرحلات المجانية في المرحلة الأولى واستفادة الآلاف منها، وذلك استجابة لحاجة الناس المتزايدة لهذه المبادرة التي تفردت بها حملة سبأفون تجمعنا المجتمعية. سبأفون تجمعنا. سبأفون أصالة وتواصل. نذهب إلى فاصل من الإعلان ومن ثم نعود.